البهائية في تونس، 100 سنة لدين لا يعترف به، إنما لا يقمع. البهائيون لا ينكفئون عن مطالبة الدولة التونسية بالاعتراف القانوني بهم. تعيش في تونس أقليات عديدة منذ أكثر من 100 عام يتقدمها البهائيون، وعددهم بالآلاف. فما هي الديانة البهائية؟ البهائية هي دين عالمي منتشر منذ عقود، ظهر عام 1863 في إيران على يد شاب إيراني يدعى ميرزا حسين، لقب نفسه ببهاء الله، وسميت على اسمه الديانة باعتباره نبي البهائيين حسب اعتقادهم. وتقوم الديانة البهائية على توحيد البشرية. يؤمن البهائيون بجميع الأديان وبوحدانية الله وبالتجلي الإلهي للرسل في أزمنة مختلفة، وبضرورة تعاون البشر من أجل الإنسانية. بعد استقلال تونس عام 1956 تجاهلت السلطات التونسية البهائيين فلم تمنحهم الترخيص القانوني، لكن في المقابل لم تقمع وجودهم أو تمنع نشاطهم. في 8 نيات أغلقت السلطات التونسية المركز البهائي، وتم ملاحقة البهائيين واستجوابهم ومضايقتهم. سرعان ما عاد نشاط البهائيين وواصلوا معركة الاعتراف بهم حتى تاريخ ثورة 2011 في ظل تمسك السلطات التونسية برفض الترخيص. هذا العام وتحت شعار التعايش السلمي، وقعت الطوائف الدينية في تونس ميثاقاً وطنياً للتعايش السلمي المشترك، يضمن للأقليات الدينية حقها في الاختلاف بحضور ممثلي الطوائف الدينية في تونس: اليهودية، البهائية، الكنيسة الإنجيلية، اتحاد الطرق الصوفية، وممثل مركز آل البيت في تونس. يأتي هذا الميثاق نتيجة عمل لمدة 3 سنوات بعد سلسلة من الجلسات الحوارية بين مختلف الأطياف والمذاهب الدينية، إلا أنه معنوي أخلاقي وليس له أي التزامات أو تبعات قانونية. فإلى متى سيظل مواطنون تونسيون يخفون هويتهم الدينية خوفاً من الاضطهاد ومن عمليات التضييق؟